ولدتها على راسها تاعي كاع قاعد يقول من جدي الكبير عمو امي اخواني وكل الله يبارك فاتي ميزون دوكا هذا واش دير هذا دوك نرولو كيما راكم تشوفوا فيها هكذايا ونديروه في الفوري طيب ما بيننا بين 11 11 ونص يبداو يجوا الناس نضروا شي نوم ها ان شاء الله انت خلاص لي ساندويتش لي ساندويتش ثاني لي ساندويتش الله يبارك كم نحطها هناك تقعد دور زبط زبط يدك بيها هنا باش تحكم معايا نطيبوه نشعلوا النار على نار هاديه باسكو هذا يطيب ابتيفو كون يطيب على نار اكسيليري البنه تاعو كاع تروح وشحال يقعد هو يطيب شوف النار تاعو شحال يقعد هو يطيب دوك انا اللي نتحكم في النار الا شفت الناس يجوا باريزون كاين باتي ميزون كاين باتي ميزون نزيدو شويه نار ولا ما كاينش علاش نديرو انا بكري نديرو على 9 تاع الصباح باش نوجدو لهم الفطور اوكي باسكو جينيرالمون الناس كيجيو يقعدو هنا في البرانطون كاع يخرجوا باتي ميزون باتي ميزون تما معروف باتي ميزون عندك ما كانش غير يهضر معاه انا ويقول باتي ميزون تاعو ماشي مليح الله يبارك اذا المشاهدين ما بدي يوجد باتي ميزون ما بدي طيب اجد سلعه ندخلوها نشوفوا حفايس اخرى ونعاودو نولي لا 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 نونو ما تلفتش من الدم نونو ما تلفتش كاع من الدم يا روح لا لا مش بقى جيب له الثقل من جدا هرا هذا مين هذا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا مبارك. السلام عليكم. واش راك؟ لاباس. يعطيكم الصحة كي استقبلتونا اليوم. الله يسلمك مرحبا بكم. أنا جيت عندك باش تفهمني شوية أنا من داك تلف لي كوت فوس كوت ما نعرفش كاع نفرق بيناتهم. جيت ليك تفهمني كيفاش تقطعوهم وشنو هو أسماواتهم وكيفاش تتفو الفريكو هذاك التقلي. ما كانش مشكل مرحبا بك. بون ما بريمير دي شوز نخرو في كون انتهي من بعد نقطعوه كي نقطعوه يا دي بارتي كل شاك بارتي كيفاش تصطلع. Par exemple, là, c'est les côtelettes dans le filet. Ou qu'il y a les noisettes. Les noisettes ou les côtelettes dans le filet. Les côtelettes dans le filet. Okay. Ou les noisettes. Voilà. Il y a deux rien à l'aider. Hadi. Bon. Hadou le chrof, il y a des morceaux là, le tiab. Qui m'a hadou. Jigo hadou. Ah non, hadou, t'es parti de l'épaule. L'épaule. Hadou un morceau de jigo. Ou hadou le rqba. فوالا يا دي بارتي ديك طول طياب هكذا هادو ما نعرفهم نو مش كوتلات تعرفهم مازال ما تعرفهمش مليح باسكو هادا يبانوا كاع لي كوتلات هادو يا دي كوتلات هادو لي باسكوت لي باسكوتلات لي باسكوتلات معناتها يجوا تحت لي كوتلات اوكي هادو لي باسكوتلات وهادو معاهم الفيلي لي نوازات ثاني لي نوازات كيما تعرفهم ريفونون البقري البقري ثاني فيه بليزير بارتي ماشي كيما تاع كيف كيف كيما الغنمي فيه بليزير بارتي كيما هادو سي دي مورسو تياب سي لا باسكوت هادي لا باسكوت دو فو لا باسكوت تاع لوكريف وكاين اللي ما يعرفهاش لا باسكوت عيط لها الرقبه الرقبه تاع لوكريف فوالا هادي
هذه صدرت على الكريف لا بواترين دو فو وحنا معروف في الجزائر بالعاميه يطولوا له الدوش دوش بقري وهذا نعيطوا له سونزوس اسم اللحم بالعظم كاين يحبوا دي بارتي ولا دي مورسو بالعظم نوجدوا لهم دي مورسو كل واحد يدير احسن قدره جوعنا يا عطناش فطر معنا فوالا هادو سي دي بيس دو بيفتاك هادو مش جيغو لا ام لا كويس ماشي جيغو لا كويس عيطونا تاع الكريف الخروف هو جيغو اوكي هادي سي هادي لا طونش غراس عيطولها اسمها لا طونش غراس فوالا هذا يتبحوا به حشيش ولا معدنوس؟ معدنوس شباب الديكور من زمان هذا سلام عليكم هذه رومستاك 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 يا بليزير بارتي يا فوالا هذه لا بياس روند من الوكريف من الوكريف توجور انا غير في الوكريف دوكا هذه لا بياس روند هذه لا جيت فوالا دقيقة الحاج دقيقة هادي لا سومال فوالا يا صاحبي يقتل السلام عليكم خويا وعليكم السلام واش راك لاباس خويا صافا خويا مرحبا بكم الحمد لله وسهلا قول لي خويا واش راك دير هنا راني نديرو شي في لوتر كوت اها هادي باش من بعدا باش نديزو سيوها وفي سيوها بالخير تبع شغل الجور تاع اه الله يبارك فيك حبيبي اوكي دونك هنا نبداو نديرو شي عمله نحلو اللي فيه منا هاد لا بارتي نخدموها على برا نبداو نديرو سيوا بلا احكي لي على لي دونجي تاع هاد الخدمه بون لي دونجي اللي تاع بون لا بوشي كيما بلاصتو لي ميتي فيها كاع لو ريسك عندك لي تاع الحاجه الاولى الفروة الانسان لازم يكون بيان كوفري باش يدخل اه باسكو هي الدقري تاعها دون لي زيرو باش يكون اللحم يكون بيان بارد تما دون لي نور تاعو ديزا ريت الكبير كاع سي بيه هذا الموس الموس تخدمو به بزاف لازم تكون بيان كونسونطري سينو ريسك يكون قوي وهاي ديك لا بروف هاي ضربه هنايا موان دو كونسونطراسيون خصك تروحي سيت بوان ما حبيبي وكيفاش حتى خصك تروحك خصك تروحي باسكو بون جيت نديرونشي خروف هكذا اون دو فراكسيون سيكوند غلطة جات في يدي تما خطرة ثانية صرات لي كنت نخدم مع واحد ثاني افون كان يديزونسيال لا كيما في البلوك كيما حنا قلتو الغفل غفل على روحو كروشا له الموس هنايا كي جا ضرب لي فان ديالو با فريمون سيتي لا كاتاستروف حنا كنت ما قدرتش نخزر كاع حتى نبداو السبيطار قال لك تسمع لا ديرنيير مينوت سون فاوا قطع كاع لي فان تاعو من هنا تما لازم خدمتك لازم تكون تتقنها وتكون كونسونتري فيها الاكسبيريونس هي الاولى الانسان كي يكون هكذا تسمى تقول يكون يخدم ما لازمش يهضر مع واحد اخر ولا يخرج لجهه اخرى ولا توجو كونسونتري باسكو الموس ما يرحمكش اشتلاش البوشي لازم يكون سخون ديال البوشي هكذا هادي الفدا يتكسر استعمل المشار كل هاد لابارتي يهضروا له في يدهم وهذه هي لابارتي سي لا بلو توندر تاع ايتيك بيس في لابيت علاش؟ باسكو سي ان ريسك كاشي وسي ان ريسك اللي ما يخدمش بزاف مرتاح سي بوسا اللي يكون بزاف طري ولا دوموند عليه بزاف وسرا بلو شير بارتي تاع اللحم خويا حمو وي خويا كانت نص فريسه جبت لنا الشحم هنايا العظم هنا واللحم وحده
دوكا عبد الحميد بعد ما نحن لا قال عدم احنا نقولوا ديزوسيناها تسمى سيبارينا اللحم على العظم والحيله اللي شفت باسكو هذا الحامل جا شويه مش حمل نقصنا له بزاف شويه دوكا نورمالمون الحمله لا فاز فينال اللي فيسليوها احنا نقولوا بلو تيرم تاع لابوش اللي نقولوا فيسليوها هذا لابوبين تاع الخير فيسليوها وكي نكملوها نبيعوها شغل دي جون تاع لي سيرك اوكي دوك ندوها لا بارتي ويت نخدموها هذه نحطوها هكذا ونجدوها بيا باش تجي مزيرة باش كي تقطع اون ترونش ما تحلش فوالا هذه اون تروكو دونك نوجدو لاباس تاعنا ونجيبو لافيسير دونك راحتو منا ها كي تشتغل العقدات شوف خلطوا شي هلا ما ممكن لقيت حاجه نخدمها كل بركه علينا هذا لابياس راح يواجد للبيع في نيخا افون دروات 400 دينار افون غوش نيخا 300 دينار لاغيير 200 دينار يوكوز نو نيخا نو Le Moukrif, 40 millions. C'est très cher, Nira. Le Moukrif connaît entre les bébés de 39 ans. Aïe, Raja, خلاص. Conséquence. حمص يا هذا اللي فهمك فين دو حميصه قريدو يخو فاخر قال لك هذا قطعو هذا حيني لي بول قاوش حميصه قريدو بق 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 في القدره ابخي له كمون كمون شوفها دغمي في البرد ما تحس والو شوف حنا الكليون كي يجينا عندني لارات هذه طيحان نبيعوها 600 دينار هكذا شوف قد من الله يبارك تاع مكرف واصل بصح كي دو موندو ناكلي ونعطو له النص ما نخلوش يروح هكذاك ونقسموه له هكذا اون دو بالطبع هكذا ومن بعد له شويه يبقى ليه عمي الحاج هيا خير اروع عمي الحاج هيا خلاص هاي ليك هذه مليحه لفقر الدم مليحه الله ليك الحاج كثر الحار فلفل قناوه كاين ولا غير كاين اضرب وشفع المضرب او نعرف المضرب هيا خلاص عمي الحاج يعني من الاربعه وجيت لهنا من الاربعه جيت عندنا او صافي ان غرون بليزير بور نو باتي تاعنا درنا يطيب قبيل ابتي فو ونشوفوا دوكا واش يبدلنا وجد زعما نورمالمون يكون وجد يبقى له حاجه تاع التحمار برك شوف كيفاش نعرفوا انا باللي نطرطق له هكذا البابي الالمنيوم تاعو مازالت لواحد الفاميني تعطيني هكذا اوكي كل نص ساعة نضرب عليه طلها نقلبو باش كيطيب على الجوايا هو نقلبو منها ندورو منها نشوف واش واش راه يمد مازال شوية أما الآن المشاهدين راح نشوفوا معنا كيفاش يخدموا المرقاز تابعونا
السلام عليكم. السلام. خويا نصر الدين. نعم. واش راك؟ لاباس. 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 هاك قريب تكمل. راني معاه. ما عيطناش. لا لا راني معاه بشوية بشوية مازلت فيها وليك. واش اسمها هاد الماشينة؟ هذا بوسوار. بوسوار. نعم. وهذا واش دير له؟ هذا الحل العمر نعمل القدرة هذه بالحل بلا بلا بات تاع المرقاز ونخرج من المرقاز. ربيت واحد من تحبه ولا راح نشوفوا الباتي ميزون تاعنا طايب طاب شوف الريحة تاعو ما شاء الله انا كي نشوف هاد لاكولار هنايا وكي سما كي نحيلو لاليمينيوم تاعو شوف ها طاب مازالو تحمر بون نجبدو هاد لابول هادي واجدة هنا كي تجي المحمدية تقول لهم لابيل بوشري تاع الرومبوا ما كاش اللي ما يعرفهاش جا دعمي الساعة 12 شوفوا شي يدير لي ديلي شويه هريسه ودير لي ساندويتش شوف هنا تأكل وما تمر كاينه حاجه ما زدناش هضرنا عليها نخدموا المشوي مشوي نخدموا المشوي نخدموا الفارسي نخدموا لي زيبول الفارسي نخدموا لي لابان فارسي بولي فارسي جواكا فارسي والحاجه اللي متميزه فينا احنا المشوي تاعنا نطيبوه على لابيير على الصهد ما نطيبوش في دي فور روتاتيف هادو نطيبوه على الصاد ونزيدو نديرو الكليون تاعنا لا ليفريزون ا دوميزيل عندنا ان كاميون فريغو نتوما طيبوه دوزنوه ديروا له كلش دوزنوه تلو دي بون على لا كومون تاع الكليون تاعنا كاين اللي يجينا من الشرق اصلو من الشرق يقولنا فارس ولي بتختوخه كاين اللي نديرو غارني بالبطاطا والبصل والطوماطيش وكذا ونطيبوه كل واحد على دومون تاع الكليون تاعو خويا زاهي بارك الله فيك ومرحبا بكم عندنا الصحه واختار خرا علموني نخدمكم باتي ميزون اكسترودينال ان شاء الله بارك الله فيك مرسي عليكم اذا مشاهدينا لحقنا لنهايه الحلقه شفتوا الخدمه تاع بوشي ان شاء الله تكون عجبتكم نتلاقاو في الاسبوع المقبل كما نقول لكم دائما خدام رجال سيدهم وبقاو على خير مش بصيرين خدامي راكم كسبتوا في النهار بوشي جديد هادو فرفي لا تشوف فيهم على فرفي دي تكلوا غير لي انا قلت له يقدر
جديد عند موبيليس. لو باك موبيل راهو هنا. تحصلوا على سمارت فون 3G وشريحة مبتسم مهدات وزيد 3 أشهر انترنت مكالمات واسمس مجانا، وكل هذا ب 5900 دينار فقط. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على mobilis.dz. موبيليس، مرحبا في اكبر شبكة 3G بلس بلس. لقضاء العطلة، الوصول في الموعد، لقاء العائلة، مهما كان سبب سفركم طيران التصل ترافقكم. سافروا معنا على خطوطنا الدولية الجديدة نحو ستراسبورغ ومارسيليا. طيران التصل في مستوى تطلعاتكم. لا واش درتو عن جداتكم؟ كاين واحد البيض عند جداتي تلجاته، وكاين واحد الطماطيش تاع لنا، وشربنا واحد الحليب تاع البقره هايله. كيما حليب البقره تاع جده. سمام تمكنت من الاحتفاظ بالامتيازات الغذائيه والذوق اللذيذ للحليب. هاكي جده، حليب سمام بنين كيما حليب البقره تاعك. حليب سمام لذيذ طبيعيا. I feel good. مع جيزي جود سهرة لمية دينار، استفيد من 60 دقيقة مكالمات من 6 مساء إلى منتصف الليل. شكل نجمة 720 جيز. جيزي، مرحبا بالغد. أنا نحب بلادي وبخيرها ديما تفرحني إذا لقات اليد اللي ترحاها. تربية الدجاج محلية وفق المعايير الصحية العالمية والشريعة الإسلامية، فالذبح حلال. الجودة مضمونة مع منتوج لانشون بلاد. لانشون بلاد تذوق شرائح لذيذة بلحم بقر، بقر دجاج وديك الرومي. هذا خير بلادنا، يكثر خير بالله. لانشون بلاد، غذاؤك ترعاه ايادي امنه. الزين اللي فيك مثل ما نلقاه، تبيض في بالي نار وليالي، قعده والراحه واللمه محلاها، تبيض نشريك ونزين بك داري، نديك هديه وانتي سر فرحتنا، بدل ونجدد الديكور بك يا عجبنا، نظره والفرج معنا بيدو فيما حضرنا. تابيدور، الفرحه اللي تجمعنا. السلام عليكم، أهلا بكم إلى حصاد الليلة والذي نقدمه لكم من قناة النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. البداية كالعادة بالعناوين. لجنة مختلطة ستنصب يوم 2 مارس لإعادة النظر في قانون مستخدمي التربية الوطنية، وأساتذة يقاطعون احتجاج النقابات.
الداخلية تعتمد حزب طلائع الحريات لمرشحي رئاسية 2014 علي بن فليس بعد 8 أشهر من الانتظار ودراسة الملف. الرئيس والمدير العام الأسبق لمجمع سوناتراك محمد مزيان يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة حول صفقات الشركة مع الإيطاليين. وتتابعون معنا في حصادي الليلة حرب تصريحات بين براف ووزير الرياضة محمد تهمي بسبب نهائية كأس إفريقيا لسنة 2017. مشاهدينا كانت تلكم عناوين الحصاد، التفاصيل بعد لحظات. السلام عليكم، أهلا بكم من جديد. إليكم تفاصيل حصاد الليلة الذي نستهله بشأن التربوي، حيث خلص الاجتماع الذي جمع نقابات التربية مع الوزيرة نوريا بن غبريد، خلص إلى الموافقة على تشكيل لجنة مختلطة لفتح ملف القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية. وحسب المعلومات التي توفرت لدى تلفزيون النهار، فإن اللجنة المختلطة ستنصب يوم 2 مارس المقبل من أجل إعادة النظر في الاختلالات التي جاءت في القانون حسب نقابات التربية. هذا وقد قالت وزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريد خلال لقائها أن 7 نقاط من أهم ما تضمنته اللائحة المطلبية الاستعجالية للنقابات ستتم تسويتها، وبالنسبة للعمال المهنيين المؤطرين للامتحانات الرسمية سيتم اتخاذ كافة التدابير لتسوية وضعيتهم المالية. هذا وستعقد النقابات ستعقد النقابات يوم غد اجتماعا تنسيقيا، حيث قد يتم إلغاء الحركة الاحتجاجية. وبالرغم من نداءات نقابات التربية إلى شل المؤسسات التعليمية، إلا أن العديد من الأساتذة زاولوا مهمتهم بشكل أحادي، لكن في المقابل ينتظرون اجتماع الوزيرة مع النقابات والجديد الذي سيتمخض عنه. ليليا داود. مع تواصل مسلسل الإضرابات الذي يعرفه قطاع التربية، يرتقب العديد من الأساتذة والمعلمين النتائج التي سيسفر عنها لقاء النقابات بوزيرة التربية، معتبرين أن الدخول الحقيقي في الإضراب سيكون وفق القرارات المتخذة. النقابات عن اليوم عندها اجتماع مع الوزارة، ان شاء الله يخرجوا من نتائج ان شاء الله تكون ايجابيه. غدوه ان شاء الله كان نتائج هذيك اللي تلاقى، دونك نشوفوا اسكو كانت صعيد ولا ما كانش. ورغم استمرارهم في تقديم الدروس، الا ان فكره شل المؤسسات تبقى قائمه. اليوم فيه دراسه وننتظر النتائج اللي تخرج منها الاجتماع تاع الاندير سانديكال. وبدورهم التلاميذ خاصة المقبلين على شهادة البكالوريا يعيشون على أعصابهم بسبب استمرار الإضراب، والذي سيؤثر بشكل كبير على مسارهم الدراسي. منها عندهم الحق ومنها ما عندهمش. كي عندهم الحق باسكو كيما كاش لي كونديسيون ولا راهم زعما دراهم ولا هذيك حاجه واحده اخرى، وشبريفير يريغليو الوسمو تاع مشاكلهم مع المينيستر ماشي مع لي زيرك، باسكو يضيعونا هكذا. نقول للوزيره التوب التلميذ، هذا ماك التوب التلميذ. دوك اذا دوك الاساتذه يديروا لاكراف وتعطوا لهم حقهم، والتلميذ شكون يمد له حقه؟ كاين مساعد مقالفين، احنا ماش مقالفين، نشوف البرنامج باش نلحقوا، ما بقاش خدم اللي فات، قعدت 3 شهور الباك، ومو واحد يكمل البرنامج ديالو ما يحوس على عتبه لا والو. صراع الوزارة والنقابات يتواصل، والاتفاق على نقطة تفاهم يبقى أمل التلاميذ للنجاة من شبح تأخر الدروس. إلى موضوع آخر الآن، حيث خرج المتهم الرئيسي في قضية سوناتراك وحد الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان عن صمته في حديث خاص به صحيفة الوطن، حيث كشف المتهم محمد مزيان بأن القضية تتجاوزه بكثير، مؤكدا في ذات صدد أن ملف سوناتراك واحد لا يساوي شيئا مقارنة بما يعرف بقضية سوناتراك 2. رفيق خلف الله. خرج المتهم الرئيسي في قضية سوناتراك واحد الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان عن صمته في حديث خاص به يومية الوطن ناطقة بالفرنسية، حيث كشف المتهم أن القضية تتجاوزه بكثير، محملا أطرافا أخرى مسؤولية الفساد المالي الذي عرفه مجمع سوناتراك إثر الصفقات المالية